مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع مادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر تكنولوجي، وما زلنا في الدرس الخاص بخوارزمية الفرز بالإدراج. درسنا سابقا الفرز ومفهومه واستخدامه في حياتنا اليومية وطريقة تبديل القيم. ذكرنا أيضا الفرز الفقاعي، مفهوم الخوارزمية، خطوات الخوارزمية، التمثيل الرسومي وتمثيلها في بايثون، وانتقلنا إلى الخوارزمية الثانية وهي خوارزمية الفرز بالتحديد، مفهومها، خطواتها، وتمثيلها الرسومي وتمثيلها في بايثون. وتطرقنا في الحصص الماضية إلى خوارزمية الفرز بالإدراج، تكلمنا عن مفهوم الخوارزمية وخطواتها وتمثيلها الرسومي، وما زلنا في تمثيل الخوارزمية باستخدام بايثون. في هذا الدرس سوف نتعرف على تطبيقات لتمثيل هذه الخوارزمية في بايثون، أيضا مقارنة بين خوارزميات الفرز بالتحديد والفرز بالإدراج. المصطلحات: خوارزميات الفرز sorting algorithms، وخوارزمية الفرز بالإدراج insertion algorithms. لاحظ معي في الرسم طبيعة عمل خوارزمية الفرز بالإدراج. نفترض أن العنصر في مكانه الصحيح، ننتقل للعنصر الثاني، نقارنه بما سبقه، إذا كان أصغر ننقل، إذا لم يكن ابقى في مكانه. طبعا ينتقل من ثمانية بدون أي شيء، يذهب إلى الخمسة، الخمسة أصغر من الجميع فينقلها إلى مكانها، الاثنين أصغر من الجميع فيقوم بترحيل الثمانية والسبعة والخمسة ويضع الاثنين في مكانها الصحيح، الأربعة يقارنها بالثمانية يزيح الثمانية، يقارنها بالسبعة يزيحها، والخمسة يزيحها ثم يضعها في مكانها الصحيح، الستة سيقارنها بالثمانية والسبعة، طبعا هي أصغر فبالتالي يزيحها ويضعها في مكانها الصحيح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الثلاثة، يقارنها بما سبق فيزيح جميع هذه العناصر حتى الأربعة، وبعد ذلك يضعها في مكان الخالي اللي كان سابقا للأربعة. هذه طريقة عمل خوارزمية الفرز بالإدراج. وخوارزمية الفرز بالإدراج هي إحدى خوارزميات الفرز التي تعتمد على مبدأ المقارنة، حيث تقوم بإدراج العنصر الغير مفروز وتضعه في مكانه الصحيح. خطوات خوارزمية الفرز بالإدراج ذكرنا سابقا: أولا بداية الخوارزمية، ثانيا نفرض أن العنصر الأول في الخوارزمية في مكانه الصحيح وقد تم فرزه، نقارن العنصر الثاني بالعنصر الأول، طبعا إذا كان العنصر الثاني أصغر هذا في حالة الفرز التصاعدي، نقوم بوضع العنصر الأول مكان الثاني والعكس، أربعة انتقل إلى العنصر التالي وقارنه بالعناصر التي تسبقه وهو الأول والثاني، إذا كان العنصر اللي في الجانب الأيمن الحالي أصغر من العناصر اللي على الجانب الأيسر، نقوم بعملية ترحيلها ثم عملية التبديل، ونكرر القيام بهذه العملية وصولا إلى نهاية المصفوفة وتنتهي الخوارزمية. تطبيقات على خوارزمية الفرز: مثال 5 في الكتاب المدرسي صفحة 130، لدينا قائمة الأحرف التالية وسنقوم بترتيبها تصاعديا باستخدام خوارزمية الفرز بالإدراج في لغة بايثون. الكود البرمجي الخاص بخوارزمية الفرز بالإدراج: أولا نكتب الليست، بعدها نقوم بطباعتها، ثم نتعرف على عدد عناصر الليست وهو n تساوي len of my list، ثم نقوم بعملية تكرار خارجية اللي for i in range، نبدأ من العنصر الثاني وهو الاندكس واحد ولا نبدأ بالصفر، ثم نعتبر أن هذا العنصر الآي أو my list of i هو الكي الذي على أساسه ستتم المقارنة. الآن نقارن هذا العنصر بما سبقه من عناصر، ونعرف الجي كعناصر تسبق الآي، إذا الجي تساوي i ناقص واحد. ثم ننتقل إلى تكرار داخلي وهي الوايل، وفيها شرطين وأند، لازم يتحقق شرطين. الشرط الأول أن الجي أكبر من أو تساوي صفر، معنى أن الجي أو القائمة ما زلنا في القائمة ولم نخرج عن الحدود الخاصة بها. أند كي الرقم اللي اخترناه اللي هو الكي الذي يتم فيه المقارنات، إذا كان أقل من السابق له، العناصر السابقة له هي my list of j، إذا كان أقل هذا معناه أن نقوم بترحيل العناصر، فرحل my list of j
إلى my list of j plus 1، يعني my list of j plus 1 ساي my list of j. هذا ترحيل العناصر. ثم ننتقل للذي قبله، والذي قبله هو الجي تساوي جي ماينس 1، يستمر في هذه الوايل حتى ينتهي منها، ثم يقوم بوضع الكي في مكانه المناسب، والكي بتكون في نضعها في my list of j plus 1. يستمر التكرار لكل i حتى يصل إلى نهاية القائمة، ثم يخرج من البرنامج أو يخرج من اللوب الخارجي ويطبع الليست بشكل نهائي. هنا قمنا بعملية ترتيب، سابقا رتبنا الأرقام والآن رتبنا الحروف، والبرنامج بنفس الطريقة لم يتغير أي شيء فيه. فنلاحظ عند تنفيذ البرنامج يبدأ بطباعة الليست بشكله الطبيعي ثم يطبعه بعد قيام بترتيبه. مثال رقم 6 في الكتاب المدرسي صفحة 130، لدينا قائمة أسماء المدن التالية، هذه أسماء مدن دوحة ولندن واسطنبول، سنقوم بترتيبها تصاعديا أيضا باستخدام الخوارزمية، خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون. لاحظ لن يتغير أي شيء في الكود البرمجي، لأنه يعامل الأرقام مثل الحروف مثل النصوص أو السترينجز، لذلك فقط الليست هي التي سوف نغير محتواها ونقوم بطباعتها قابل الترتيب. n تساوي طول الليست، for i in range من 1 إلى n، من range 1 قلنا 1 يساوي لا يبدأ من الصفر، نبدأ من العنصر الثاني. الكي هو my list of i، هذا اللي تتم على أساس المقارنات. الجين نقصها 1 لأننا نقارن بما قبل الاي، while j أكبر من تساوي 0 والكي أقل من العناصر التي قبله، قم بعملية ترحيل ثم نقص الجي ويكرر، وأخيرا يضع الكي في مكانها المناسب ثم يطبع الليست. وهذا أثناء تنفيذ أو بعد تنفيذ البرنامج. بداية هذه مش مرتبة، والثانية sorted list بالD ثم الI ثم الL، هذه بعد قيام بترتيبها تصاعديا. مقارنة بين خوارزمية الفرز بالتحديد وخوارزمية الفرز بالإدراج. وجه المقارنة، فكرة العمل. خوارزمية الفرز بالتحديد قلنا تبحث تكراراً عن أقل العناصر، أصغر عنصر في القائمة الغير مفروزة، وتنقله إلى بدايتها. في خوارزمية الفرز بالإدراج تمسح أو تعمل عمل سكان وفحص لعناصر القائمة وتنقل كل منها إلى موضعه الصحيح في القائمة الغير مفروزة. أما عن الكفاءة، الفرز بالتحديد أقل كفاءة، الفرز بالإدراج أكثر كفاءة من التحديد، وبالنسبة للتعقيد الفرز بالتحديد أقل تعقيدا من الإدراج، والإدراج أكثر تعقيدا من الفرز بالتحديد. نشاط، قارن بين خوارزمية الفرز بالتحديد والفرز بالإدراج من حيث الكفاءة والتعقيد. قلنا قبل قليل الفرز بالتحديد في الكفاءة هي أقل كفاءة، والفرز بالإدراج أكثر كفاءة. وبالنسبة للتعقيد، الفرز بالتحديد أقل تعقيدا والإدراج أكثر تعقيدا. ذكرنا في هذا الدرس تطبيقات على تمثيل خوارزمية الفرز بالإدراج في بايثون، وقمنا بمقارنات بين خوارزميات الفرز بالتحديد والفرز بالإدراج.